كما كتشوفوا الاخوان دابا هذا الشارع ديال الرمبله ديما في العشيه السبت. اخوان مرحبا بكم في فلوق جديد ديال الخوت. اليوم كما كتعرفوا اليوم الاحد، خرجت الجو شويه هنايا نصور لكم واحد الفيديو. وانتم الاخوان انا دابا في هذه البلاصه في برشلونه سميتها الرمبله ديال صابا ديال سنترو. وكما كتشوفوا الاخوان كلشي خارج اجواء الحد كتكون الدعوه عامره. الاخوان دابا هذا الشارع ديال الرمبله ديما في العشيه السبت والعشيه الاحد كيسدوه، ما كيدوزوش الطوموبيلات من هنايا على حساب الناس كيخرجوا. كاين اللي بغى يتقهوى، كاين اللي بغى يزور، كاين كل واحد وكيفاش. واقيلا شي عيد ديالهم هذا النهار، اكثريه كيبيعوا الورد. والاجواء الاخوان كيف دايره هنايا، واحد الكنيسه ديالهم هي هنايا. هذه هي صابا ديال سنترو الخوت، عاد وصلت هذا هي. ايوا هادشي اللي كاين الخوت، كلشي خارج اليوم الحد، كلشي خارج يبدل الجو، شنو نشربو شي قهيوة ويحل الله. يلاه خليكم معنا الخوت، متنساوش دعمونا باللايك وشي ابوني.
اخوان كيتسالى الفيديو ديالنا ديال اليوم الاخوان، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، ما تنساوش تابوني وزيد كومونتير. الله.